الحقيقة مرحلة المراهقة من المراحل المهمة جدا جدا في حياة الإنسان، ودايما في علم التربية كده بيسموها من أهم المراحل الانتقالية، بينتقل من الطفولة إلى مرحلة الرشد، وبيحصل فيها تغيير جذري في حاجات كتير. فلما بيجي يحصل التغيير الجذري ده بتلاقي بقى مش بيمر كده بسهولة، لا هو بيتغير لكن في مشاكل كتير جدا بتحصل في البيت مع أبوه وأمه، وصوت عالي وحاجات كتير قوي بتحصل. هو احنا ما ينفعش نعدي مرحلة المراهقة دي من غير المشاكل؟ اتغير يا ابني جذريا نفسيا وجسديا وكل حاجة، بس بالهداوة كده وبالراحة ما ينفعش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وطبعا يعني تهنئة إن شاء الله للعالم كله على العام الهجري بكرة، أنتوا عارفين العام يا رب حدث بخير، عام أمن وأمان على العالم كله وخالي من الوباء والبلاء يا رب. هلا هي مشكلتنا مع الأبناء بمفهومنا إحنا بالأسرة، مفهوم الآباء والأمهات مع الأبناء، هي مش مشكلة الأبناء أنفسهم، هو هي لأنه هي عبارة عن مرحلة بيمر فيها كل إنسان على وجه الأرض. إحنا كلنا طلعنا من سن الطفولة إلى سن البلوغ، كل إنسان على وجه الأرض. ولكن المشكلة طبعا هي طبعا بيولوجيا أو فسيولوجيا للإنسان نفسه أو للطفل نفسه صار في عنده خمول نقول أو ضمور في الغدة الصنوبرية. لما بصير في نقول عملية الضمور هاي بده يكون خلص دخل إلى طور آخر من طور البلوغ. لو بدي أعرف لك لغويا إيش معنى كلمة مراهقة باللغة العربية، كلنا يعني ما شاء الله بنعرف من اللغة العربية معناتها اقترب من الشيء، مراهق بمعنى اقترب، خلص يعني قرب يوصل له، هو ما وصل له، هو اقترب من الشيء. وساعات كمان بياخدوها من ناحية ان هي ارهاق، ارهاق للشخص، هي لها مفاهيم اللي حواليه، ولكن اللي ينطبق على 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 الاقتراب من الشيء اللي هو النضوج او البلوغ انا بسميه. هلا احنا مفهومنا احنا كأم وكأب بصير عنا بالبيت انه خلاص كبر، بتقول لك والله البنت بدت عليها معالم، صارت ست وخلاص بقت يعني امرأة ناضجة أنثى، والولد بدأ شنبه يبين وشطوله مش عارف إيه صوته. نعم إحنا طلعنا الأشياء الشكلية الظاهرية، لكن إحنا ما طلعنا على الأشياء النفسية نقول، وحالة الصراع اللي عم بتصير داخل من تلاطم، يعني كتلاطم الأمواج بالغدد والهرمونات والانفعالات اللي بيعاني منها. يعني معنى كلام حضرتك إن لازم يحصل فيه مشاكل ومشدات بينه وبين الأب والأم؟ هو طبيعي، ولكن أسلوب التعامل أو نقول معيار تعامل الأبناء الأباء مع الأبناء أو الأمهات بشكل عام مع البنات هو اللي بيحدد كيف يكون المراهق. طب أنت بتقولي هو أصلاً عنده صراع داخلي، طبعاً وإحنا عندنا صراع خارجي أكيد.